اول شي بحس كأنكم انتو، كيف راح اقولكم يعني، بحس كأنكم انتو حبايبي، يعني طاقتكم كأنكم يعني بترجعوا الماضي كتير، تتذكروا هالايام، هالايام تتذكروا الماضي كتير، بتتحسروا على الاشياء اللي راحت. بس قلكم شغلة، اللي راح راح، اللي راح ما راح يرجع. بدكم فرصة جديدة، يمكن في العمل في العاطفة، بس بدكم فرصة جديدة. بحسكم كأنكم بدكم تشوفوا للأمام، بدكم تعملوا شي، بدكم تحصلوا على شي، بس كأنكم انتو يعني كيف راح أقولكم، يعني كيف بدي أوصلكم الفكرة، كأنكم انتو يعني مو قادرين تقوموا، يعني مو قادرين توقفوا على رجليكم من الأشياء اللي مضت، فهمتوا علي حبايب؟ ما قادرين توقفوا، انتو بدكم فرصة، بدكم تجيكم فرصة بس ما عارفين كيف، بدكم تطلعوا للأمام بس مو قادرين تقوموا من الجروح ومن الأشياء اللي السيئة اللي مرت يعني في حياتكم. وكمان في طاقتكم بدكم عدالة تتحقق معاكم، أو حق يسترجع لكم، أو حقيقة تبان. يعني بحسكم كأنكم يعني طاقتكم متدمرين كتير، مو قادرين توقفوا، بدكم توقفوا بس مو ما لكم قادرين، فهمتوا علي حبايبي؟ بس بصراحة شايفتكم، اوكي هاي طاقتكم هلا يعني، بس شايفتكم في الكروت اللي طلعوا لي، شايفتكم عفوا حبايبي، شايفتكم يعني حاملين هموم كتيرة، حاملين هموم كتيرة اكبر يعني من طاقتكم، يعني حاملين اشياء ما فوق طاقتكم. يعني في الحب، في العاطفة بصفة عامة، يعني بشوفكم كأنكم بدكم تجيكم فرصة جديدة، بدكم فرصة بس كأنكم لسه متمسكين بالماضي وعم تراقبوا اللي جاي، فهمتوا علي؟ قاعدين وعم تراقبوا، ماسكين الأشياء اللي وجعتكم، الأشياء اللي دمرتكم، الأشياء اللي طالعة في طاقتكم يعني مكسرتكم، يعني منهزمين، وبتحسوا نفسكم كأنكم ما قادرين تعملوا ولا شيء. لسه ماسكين الماضي في ايديكم، متشبتين بيه، بس عيونكم عن المستقبل. بس كيف انتو راح توصلوا لاشياء الحب او مادة او اي شيء في الحياة اذا انتو كنتو متمسكين وعم تشوفوا في المستقبل؟ لازم تتركوا الماضي وتعملوا حركة وتروح للامام. اوكي، حسكم كأنكم تشتغلوا على علاقة ما، او تشتغلوا على شغل في الخفاء، بس اكتر شي يعني هالاوراق بتاع العاطفة. حسكم هالشهر كأنكم ما قادرين تاخدوا توازنكم، ما قادرين توقفوا على 2 رجلين، يعني مثل هاي الرجل يعني واقف على رجل واحدة، ما قادرين توقفوا على 2 رجلين رجليكم. بتحاولوا انكم تسيطروا على مشاعركم، على الغريزة اللي جواتكم، بس بحسكم كأنكم ما لكم قادرين. يعني في العاطفة أكثر شيء طالع للمادة، يعني تفكيركم في المادة أكثر بصراحة، في المادة أكثر من العاطفة، رغم هالكرة بتاعت العاطفة بس طالع لي فيها أشياء يعني مادية. وكمان يعني شوية يعني منكم، يعني في أكثر شيء منحيز على تفكيركم مو العاطفة، منحيز على تفكيركم الفلوس المادة وشغل وهيك. بس العاطفة بعض الأحيان يعني كتير تتحسروا على الماضي، ليش صار؟ كأنكم جالسين ما عم تتحركوا، ما عم تعملوا ولا شيء، وبدكم يجيكم كل شيء، فهمتوا علي حبايبي؟ وبشوف أكتر شيء يعني تفكيركم سلبي، بحس كأنكم تفكيركم سلبي حبايبي، تبكوا بالليل، ما بتقدروا تناموا كتير. ممكن يعني كمان بتقولوا للناس انكم سريعين، انكم قويين، انكم كل شيء، بس جواتكم انتو يعني في حزن كتير جواتكم، مو قادرين تبينوه، ممكن مو قادرين تبينوه للشريك، ممكن يكون علاقة زواج شريككم اللي انتم متزوجين بيه مو قادرين تبينوه، لان
انه انتو من جواتكم متحطمين متحطمين، بس راح تجيكم حبايبي، راح تجيكم هالشهر، راح يجيكم فرصة، راح تجيكم فرصة كتير حلوة، بس حاولوا انكم تشوفوها، حاولوا انكم تفتحوا عيونكم، واي شيء بدكم تعملوه، اي شيء بدكم تعملوه فكروا فيه كتير، مشان لو تسرعتوا راح يكون اشياء يعني مالها اسمع حبيبي، مالها حلوة، مالها حلوة بالنسبة لكم، فهمتوا علي حبايبي؟ بشوف كمان يعني اكثر شيء طالع لبس مو عاطفة، اكثر شيء مادي، راح اخد كمان ورق، لانه هالورق بحس كانه ماله كافي، يعني ما طلع لي شيء يعني بخص العطف، بس انا بشركم بشركم يعني راح تجيكم فرصة كتير حلوة، يا اما في العمل يا اما في العاطفة، بس اكتر شيء بحسه كأنه راح يجيكم مال، راح يجيكم مال كتير منيح، راح تجيكم فرصة مادية كتير حلوة. اوكي راح شوف كمان، راح افتح كمان كوت عن العاطفة بصراحة، يعني هالكوت راح تتركوا الماضي وتروحوا للامام بصراحة، يعني يعني نفس الطاقات، وما شاء الله عليكم راح تكونوا تسحروا في شهر 7، راح تكونوا مثل الساحر، مو بطريقة سلبية بس بطريقة إيجابية أكثر، إنكم راح تسحروا كل الناس اللي بحكيكم تصرفاتكم، يمكن تسحروا كمان الشريك اللي معاكم يزيد يحبكم أكثر، منه هذه قراءة يعني عاطفية، حسكم كأنكم يعني ملك اللي راح يطلع من علاقة عاطفية، او بفكر ازاي راح يطلع من علاقة عاطفية، يعني طاقتين متشابهين، هيدا شوي يعني طاقتين متشابهين، راح تعطوا ظهركم، يمكن مو الشخص اللي انتم معاه حاليا، يمكن شخص من الماضي، يعني تعطوا ظهركم للاشياء اللي اذتكم، الاشياء اللي اذتكم راح تعطوا ظهركم هالشهر وتروحوا، وكمان بحس كأنه الانسان اللي مرتبط وهيك يعني بحسكم كأنكم راح تكونوا مثل الساحر، راح تسحروا حبيبكم او زوجكم او زوجتكم، يعني راح تسحرهم بطريقة حلوة كتير، فهمتوا علي حبيبي؟ اوكي راح تجيكم فرصة في المال بصراحة، يمكن في المال والعاطفة اتنين، راح تجيكم فرصة، بس حبيبي عندكم يعني خدوا بالكم لا تبدروا اموالكم في شيء يعني شيء تافه، اوكي؟ بس بنصحكم كمان انكم تهتموا بحالكم اكثر، يعني وما تفرطوا يعني بالاهتمام في النفس كثير، بس اهتموا بحالكم، اعطوا اولوية لحالكم، يعني حاولوا اكثر ما تقدروا يعني تعطوا لحالكم اولوية اكثر، وكمان تتقولوا لنفسكم تفكروا في نفسكم اكثر، بس ما تتحولوا من الانانيين، فهمتوا؟ يعني حاولوا توازنوا ما بين انك تعطي قيمة للاشخاص وانك تكبر بهم وانك تاخذ بالك منهم وانك كمان تهتم بنفسك، يعني لازم تبقى هيك، مو هيك او هيك، فهمتوا علي حبيبي؟ لازم تحاولوا توازنوا اموركم سواء في العاطفة او في المال، بشوفكم حبيبي رح يجيكم فرصة في العاطفة وكمان في المال، رح يجيكم فرصة حلوة كتير، وبشوفكم بعدين رح تكونوا مرتاحين بصراحة، رح تكونوا مستقرين ماليا، هالورقة وقعت لكم، رح تكونوا هالشهر مستقرين ماليا، فهمتوا علي حبايبي؟ يعني رح يجيكم استقرار مادي ومعنوي ونفسي، يعني بحسكم كأنكم الفترة اللي فاتت ما كان عندكم استقرار نفسي جواتكم، ما كنتوا يعني مستقرين نفسيا، فهمتوا علي حبايبي؟ راح توصلوا للسعادة بصراحة، اوبس راح توصلوا كمان، راح توصلوا للسعادة في هالشهر، شهر 7 راح توصلوا للسعادة اللي انتو بدكم اياها، يعني راح توصلوا للسعادة كتير حلوة، بس لما تخرجوا من هالطاقة السلبية وتتركوا أي شيء بيوجعكم ورا ظهركم راح توصلوا للسعادة، يعني وحاولوا تبعدوا عن الأفكار السلبية، أوكي حبايبي؟ حاولوا تبعدوا عن الأفكار السلبية وعن أشياء سلبية وعن أناس كمان أناس سلبيين،
شايفكم يعني حيجيكم عرض، بس ما تبقوا تراقبوا المواضيع، او ما تبقوا تراقبوا شخص ما، او تراقبوا انكم مستقبلكم وشو راح يصير، ولسه متمسكين بالماضي. تركوا الماضي مشان يجيكم شيء جديد وشيء كتير حلو. طاقات راح اقول لكم، طاقات الابراج، طاقات مائيه ناريه هوائيه، وجميع الابراج، ميزان، يعني جميع الابراج بصراحه، طاقات ترابيه هوائيه ناريه، مائيه كمان، برج السرطان. بحس كانه كل الطاقات بصراحه متواجده معاكم هالشهر، شهر 7. اوكي، هلا راح نروح ماليا، شو راح يصير ماليا، شو راح يصير معاكم ماليا في العمل، في المال، اي شيء يعني بيخص المال. راح اذا راح يجيكم عرض، او راح تغيروا شغلكم او شيء هيك، راح نشوف حبايبي في المال. حبايبي راح نشوف، راح تجيكم فرصه في العمل او المال. اوكي، صراحة أوراقكم كثير حلوة في المال، ما شاء الله يغسل العين صراحة. راح تجيكم فرصة يعني الأكتريتكم، نقول لكم يعني 90%، يعني أكثر الناس راح تجيهم، راح تجيهم فرصة في المال، فرصة بصراحة كثير حلوة، لأنه هالورق بيأكد هالورق، وكمان هالورق بيأكد هذا الورق. شفتوا يعني التاروت يعني بده يأكد لنا انه راح يجي يعني فرصة بصراحة، وراح يجيكم مو فرصة واحدة، يعني راح يجيكم فرص كتير، بس خدوا بالكم انكم ما تشوفوهم، وانكم تضلوا تشوفوا وراكم، وتشوفوا الاشياء اللي خسرتوها، او الاشياء اللي ما قدرتوا توصلوا لها، يعني ما قدرتوا يعني توصلوا لشي، تبقوا تشوفوا وراكم، ما تضلوا تشوفوا وراكم، شوفوا للأمام منشان تشوفوا هالفرص اللي جايتكم. يعني بصراحة بشوفها فرص كتير حلوة، منشان انتو تحسوا لما تجيكم هالفرصة وتستغلوها وتمسكوا فيها، ما تخليوها تروح، راح تحسوا بانتصار، وراح تخرجوا من هي من هالأفكار السلبية اللي جوات عقلكم، هالافكار يعني هالافكار وهالشي اللي انتم محاوطين به نفسكم، تفكيركم السلبي، او انكم تجلبوا اناس سلبيين لحياتكم، او انكم وناس يعني حولكم يفكروا بطريقه سلبيه بيبعثوا لكم طاقه سلبيه. فهمتوا علي حبايبي؟ لازم انكم ما تضلوا تشوفوا وراكم، لازم تشوفوا للامام، منشان تقدروا تموتوا الاشياء اللي خلتكم كل هاي المده متعلقين، انكم ما قادرين تتحركوا، انكم مترابطين، وانكم عينكم مغمضه، وهيك لازم تستغلوا هاي الفرصه اللي راح تجيكم، ومو فرصه واحده، بشركم راح يجيكم فرص كتير بصراحه في العمل، وكمان في العاطفه، وراح تحسوا في الاخر بانتصار. يعني بصراحه بحس كانه في اخر هالشهر، شهر 7، راح يجيكم هالفرص. اوكي حبايبي، فهمتوا علي؟ اتمنى انكم تستغلوا هالفرص، تستغلوها قد ما تقدروا، منشان ما تضيعوها، لانه اذا ضيعتوها راح تضلوا حايرين، راح تضلوا مسجونين في تلك الافكار. فهمتوا علي حبايبي؟ اوكي، حاخذ كرت كمان. بس كأنكم انتو راح يجيكم بصراحة عرض حب كتير حلو، راح يكون حب صادق، ممكن من الحبيب راح يصير يعبر عن حبه أكثر من الأول. زي ما قلت لكم، يعني إذا ما استغلتوا هالفرصة اللي راح تجيكم في العاطفة وكمان في المال، راح تضلوا في هالطاقة الحزن،
والطاقة والأفكار السلبية، وراح ينهدم كل شيء إذا ما استغلتوا هالفرصة اللي راح تجيكم. لما تستغلوا راح تحسوا باستشفاء، انتصار، راح تحسوا كأنكم متصالحين مع حالكم، متصالحين مع الناس اللي حواليكم. راح ما راح يضل هالشجار النفسي بينك وبين نفسك، ما راح يضل هالصراع كأنك بتصارع الهوى، يعني الهوى، يعني الهواء اللي احنا بنستنشقه هيك. ما راح تضل في هالطاقة، ما راح تضل في هالطاقة. حاولوا ما تتسرعوا حبايبي كمان، اوكي؟ هيدا الشيء اللي طلع في طاق، يعني في المال اللي برج العقرب، طاقة هوائية، طاقة نارية، برج الدلو، طاقات مائية. شو كمان هاي الطاقات مائية كتير بصراحة، وهوائية وترابية. برج العقرب أيضا طلع لي. أوكي حبيبي، أوكي، هلا رح نروح نشوف يعني صحيا شو رح يصير، صحيا شو رح يصير، صحيا والله 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 العظيم راح تجيكم فرصة، يعني بتأكد لي. شوفوا كمان احتفال وكل شيء حلو، راح تجيكم فرصة حبايبي، راح تجيكم فرصة، بس تتفائلوا، حاولوا تخرجوا من هالطاقة السلبية وهالتفكير السلبي. يعني بصراحة الشهر 6 كان مع ناس كتير، مو كان شهر جيد بصراحة، بس راح يكون، يعني راح يكون شهر 7 بحس اكثر الابراج راح يكون معاهم حلو، حلو كتير راح يكون هالشهر. حاولوا انكم تستغلوا هالطاقه وهالفرص اللي راح تجيكم، حاولوا تستغلوها، حاولوا متى. اوكي، هي الكارت كمان تاع النوم. اوكي، ما توقع. اوكي، والله العظيم راح احلف راح تيجيكم فرصة، اكثر الناس راح تيجيهم فرصة، فرصة في العاطفة، فرصة في المال، فرصة في كل شيء. هاي الكارت كمان طلع لنا، هاي الكارت كمان طلع لنا. ليش اخذ كمان طاقات اخرى؟ مو لازم يطلع لنا كمان من نفس الطاقة. اوكي، بصراحة بشوف انكم راح يكون صحتكم راح تكون يعني بصراحة في اول الشهر راح تحسوا بوجعان في ظهركم، يعني في هالمنطقة في الظهر هنا، يعني هون هاي المنطقة، يعني في منطقة الخصر ممكن راح يعني يوجعكم شوي ظهركم هون، هون هاي المنطقة. بشوف كمان بصراحة هذا الشيء اللي بشوف، يعني صحتكم من غير من شيء تاني، يعني بشوفكم تمام هذا الشهر، تمام الشهر. حسكم كأنكم لازم تسترخوا شوي، ما تضلوا تشتغلوا كتير 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 وتحملوا شيء أكبر من طاقتكم. الشمس راح توضح لكم كمان بداية فرصة. بصراحة حبيبي هذا الشيء اللي طلع معي في الصحة راح يوجعكم ظهركم، بس ممكن يعني رجليكم من الأسفل، من هون من الأسفل، يعني قدم هيك راح يوجعكم شوي. هاي الطاقة، هاي يعني توقعات
رح تكون هون انتهت حبايبي. بتمنى تكونوا بخير، بتمنى يعني بتمنى كل شيء يصير معكم للأحسن. حاولوا تبعدوا عن الطاقة السلبية اللي انتو فيها منشان توصلوا الأشياء اللي انتو بدكم ياها، أوكي؟ وبعدوا عن الناس السلبيين اللي حواليكم. I love you حبايبي. هون رح تكون انتهت قراءتنا. ألاقيكم يعني في توقعات تانية وتوقعات جديدة، بس اكتبوا لي في الكومنتس يعني إذا القراءة مشت معاكم، وإذا وشو يعني التوقعات اللي بدكم يعني أعملها أعملها يعني بالعشريات أو يعني بالأحجار أو بالأسماء، يعني مش الأسماء يعني بالحروف، أول حرف من اسمك. قولوا لي كل شيء بدكم إياه وراح أعمله أكثر، يعني أكثر يعني تعليق بيتكرر راح أحكي عن الموضوع اللي راح تحطوه. أوكي حبايبي، بحبكم، I love you، وترككم في توقعات جديدة. باي.